واحد المسيح شاعر تقريبا أشكر في البداية جمعية الأنصار لأن أتاحت لي فرصة أول مرة أزور في حياتي مدينة خنيفرة وأزورها لأشارك في احتفال بصديقي العزيز هو حميدة بن بالي الذي يستحق هذا التكريم بل أعتبر تكريمه إنصافا لتجربتي خاصة أن له طريقة خاصة في كتابة السجائر يتميز بها بطبيعة الحال لا يمكن أن أقارن هذه الدورة بسابقتها حتى لا أدعي ولا أتظاهر بكلام ليس في محله ولكن انطباعي الحقيقي هو أنه لحد هذه اللحظة وقبل أن تنتهي الجلسة الافتتاحية سعدت كثيرا بالتنظيم وبتنوع الأجيال الحاضرة في القاعة هناك شباب هناك متوسط الأعمار وهناك مسنون ورجال ونساء وشابات وشبان وهذا يثلج الصدر بل يطمئننا نحن الذين نمارس الكتابة يطمئننا أن ما نقوم به ليس للضياع ولكن هناك من يحضرنا بالدفء وبصدق فشكرا لجميع الإنسان وشكرا لمدينة خنيفرة. حميدة بن بالي زجال سعيد نتواجد في مدينة خنيفرة في هذا الملتقى الشعري في هذه الدورة وسعيد أيضا باعتباري ضيف الملتقى وتحية كبيرة للإخوان في جمعية الأنصار للثقافة والتنمية على هذه الالتفاتة اللي تبقى نمادين لها وأكيد إحنا في أجواء جميلة جدا ونتمنى التوفيق واستمرارية للملتقى. شكرا. مساء الشيخ، مساء المحبة، يشرفني أن أقدم لكل الأحباء الذين سيشاهدون على الشريط اسمي عبد الصمد مصباح شاعر ومترجم عن الإسبانية عضو اتحاد الأنصار المغرب. جئت هنا لأشارك أحباء الشعراء ومشرفين احتفالهم بالشعر يوم العالم الشعر. بالمناسبة أن في هذا اليوم أحتفل بمناسبتين، أولا لأنه يوم عيد ميلادي، ثانيا اليوم العالمي للشعر. هذا اليوم الشعر يجعلنا أن نتذكر هذا الطائر الجميل الذي يدعي الكثير أنه قد انقرض كما الفينيق، ولا ينسون أن الفينيق ينهض من رماده كل سنة. هكذا الشعر في المغرب، فإننا في هذه المناسبة نحييه ونزرع فيه حياة جديدة وليحلق في سماء الإبداع وفي سماء العالم لينشر الحب والسلام والحلم الجميل. وإني أرى في تكريم الشاعر والصديق حميد البني هو اختيار موفق لأن حسب البلد يعمل في صمت وإنسان خجول، وهذه المناسبة التي تشرفت بها جمعية الأنصار الحمراء برئاسة العزيز عبد العزيز المملوكي والصديق الناقد والقاسم هي مناسبة جميلة واختيار موفقا، وأتمنى للجمعية ولكل الأحباء مسيرة موفقة وكل شعري وكل عام والشعراء بخير وأنتم بخير وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باحث بمراكب، بالنسبة للحضور ديالنا في هذا المهرجان وشرف لنا أن نتواجد داخل هذا الملتقى. بالنسبة لاختيار الموضوع اللي طرحه هو إضافة نوعية، ونتمنى الإخوة الصاهرين على هذا الملتقى النجاح والتوفيق. شكرا. إدريس زيدي شاعر من مدينة مكناس
نحضروا هذا الملتقى السنوي للدورة الثانية التي تنظمه جمعية أنصار للثقافة بمدينة خنيفرة عروسة الأطلس، وهي دورة مخصصة للشاعر الكبير سيدي حميدة بن علي شاعر السجال، وهو ملتقى بالحقيقة ضم مجموعة ويضم مجموعة من المبدعين الفنانين احتفاء باليوم العالمي للشعر، وهي فرصة في الحقيقة للتفاعل وتلاقي التجارب الشعرية. بسم الله. كيس بوسيا مي بروغونتيس مين تراس كلابيس اللي مي بوبولا تو بوبيلاتور كيس بوسيا تو لو مي بروغونتيس بوسيا استو مشيا تسألينني بينما تزرعين حدقة الزرقاء في حدقتي مشيا أنت التي تسألينني الشعر أنت. شكرا.